السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المتابعة ديالكم، شكرا على الاشتراك ديالكم وعلى الرسائل ديالكم الزوينة، تشجيعاتكم. كيف كتشوفوا اليوم غادي نديروا وصفة سريعة كتحضر تتوجد في 15 دقيقة تقريبا. مهم غادي ندي هنايا غادي نحتاجو بصلة مقطعة مشلضة بحال هكذا، نحتاجو صبانخ اللي عندي انا كانت في المجمدة وطلعتها من المجمدة، نحتاجو القزبر المعدنوس، غادي نحتاجو معاها الجبن الفيتا فيتا تشيز، غادي نحتاجو معاها ورقة ديال التشاينيز اولا الورقة ديالت الورقة ديال البسطيلة. بالنسبة للورقة والتشيز وهذا غادي نصورهم لكم في التعليق تاع الفيديو. بالنسبة للبهارات درت الابزار اللي هو البلاك بيبر، درت الملح القليل من الملح، ودرت السماق اذا عندكم متوفر، اذا ما متوفرش كديروا العصير تاع الحامض جوج معالق الا كي اللي كيعجبوا الحموضه في هادو البراك. هنايا قطعت القزبر، شلطت البصله، درت زيت الزيتون شلتها مزيان، زدت عليها القزبر هذا المعدنوس حتى هو خليته حتى طاب مزيان مع البصل، زدت عليها الصبانخ، بالنسبة للبهارات كيف قلت لكم قليل من السماق والقليل من الإبزار اللي هو البلاك بيبر والقليل من الملح. أنا هنايا خديت في واحد سلافة صغيرة ولا كاس، خديت معلقة ديال الطحين وجوج معالق نتاع الماء باش غادي نقلصق بها في الاخر لهاد العجين ديالي. هنا در الحشوة خليتها حتى بردات، كي تنقول لكم دائما ما نقدروش نديرو الحشو هو سخون، غادي تقطع لينا الورقة كيف ما كانت سواء هذه ديال التشاينيز او الورقة البسطيلة او اي ورقة عندكم في الدار، حتى العجينة الى عجنتو وحطيتو الحشو سخون غادي تقطع. صافي هنا بقيت مستمرة كنروليهم على هاد الطريقة كي كتشوفو. هنا من بعد ما ساليت دخلتهم الفرن، انا عندي الصراحه عندي فرن عندي قلايه من غير زيت، تقدروا ديروا كدهنوهم بالزبده اولا كدهنوهم بالزيت وتحطوهم في الفران.
هما مسيقضوش الوقت بزاف دغيا كيطيبو. هنايا السبرينغ رول ها هي وريتها لكم في الصوره، وحتى الجبن اللي استخدمت هو هذا خديته من كوسكو، والسبرينغ رول خديتها من عند تشاينيز. بالنسبه لهذا اللي هي عطاتني كميه كبيره، عطاتني كل هذوك الاوراق اللي كنشريو معاها كلهم صراحه حشيتهم فيها، حشيتهم بالهادي هاد وقسمتها على نص، شويه قليته وشويه خبعته في الفريزر. هذه هي الطريقه ديالي باش ما كياخذوليش حتى مكان كبير في الفريزر في المجمده. ها هي بالصحة والراحة كنقدمها لكم بالصحة والراحة. كتجي غزالة مقرمشة، هاي كي تتشوفوها. اللي ما بغاهاش مقرمشة بزاف حيت هاد الورقة ديال شينوا كتجي شويه زايدة التقرميشة ديالها، اللي ما كيبغيهاش بحال هكذا مقرمشه بزاف كيقدر يغطيها واحد 5 دقائق منين تخرجوها في الفران، غطيها 5 ديال الدقائق وهي كترجع لي هذاك الحراره ديالها. نتلاقاو في فيديو لاحق ان شاء الله. شكرا على المشاهده ديالكم.